بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محدثكم الدكتور محمد أحمد غزال الثالث في موضوع الكتابة التسويقية الرقمية. كما تحدثنا بالأمر أو كما تحدثنا بالمحاضرة السابقة، تحدثنا عن مبادئ الكتابة التسويقية وتكلمنا كيفية وطريقة كتابة المحتوى التسويقي أو الكتابة الرقمية التسويقية الخاصة بالفئة المستهدفة. لذا سيكون لدينا في هذا الفصل أو في هذا العرض سيكون لدينا مراجعة خاصة بالفئة المستهدفة، لأن هناك تساؤلات كثيرة تواردت إلينا حول هل فعلا سنقوم بتحليل الفئات المستهدفة ونخاطبهم كل على حدة، يعني حنصير نجيب الفئة المستهدفة فرد فرد ونحطهم، هيك حيكون الطريقة عملية في الموضوع هذا. سنجيب عن هذا الاستفسار ومن ثم سننتقل في هذا التسجيل إلى خصائص المحتوى التسويقي المؤثر وأنواع الكتابات الرقمية التسويقية، منها المحتوى التسويقي القصير والطويل، وسنرى كل منهم وبالأمثلة على حدة في قادم السلايدات. طيب، فيما يخص بحوث العملاء، نتكلم عن لما تكلمنا قلنا البيرسونا، وقلنا هي عبارة عن الطريقة أو المنهجية أو الميثود اللي إحنا من خلالها بنتعرف على الجمهور المستهدف ومين هم وخصائصهم وكل ما يتعلق بهذه الخصائص اللي إحنا بتفيدنا في عملية بناء المحتوى. صحيح، إحنا قلنا بنجيب البيرسونا كطريقة، ولكن هل يا ترى إنه إحنا بنتعامل مع البيرسونا أو مع نتائج البيرسونا حرفيًا وبنبني المحتوى التسويقي لكل فرد على حدة؟ هذا طريقة مش عملية بالطريقة اللي ممكن إحنا نقول والله إنه هي حتكون بالطريقة ذلك، ولكن البرسونا وتجميع البرسونا هيساعدنا في موضوع تصنيف الفئات المستهدفة حسب الخصائص الايش المتشابهة. يعني ممكن نقسمهم حسب مثلا الذكور والإناث، نصنفهم حسب الفئات العمرية، نقسمهم حسب الحالات الاجتماعية، المتزوجين والأعزب وهكذا. ففي عندي ايش طريقة بناء على ما أنا هجمعه من بيانات فردية هأستفيد من هذه البيانات الفردية في عملية التقسيم. هذه واحد. طيب أوكي، في إطار آخر. طب هل إحنا فعلا الكمبيوتر أو الويب، بيئة الويب بتخاطب الجمهور individual، يعني بتخاطب كل فرد على حدة؟ صحيح. طب كيف الكلام هذا بيتم؟ بيتم هذا من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، انه الكمبيوتر او الحملة او الفيسبوك او اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي بتحلل سلوك الجمهور، بتحلل سلوك الفرد على حدة، وبتتعرف على هذا التوجه وبتتعرف على خصائص وتوجهات هذا الفرد، وبتحاول تعمل موائمة للمحتوى لتتناسب مع مين؟ مع قدرات هذا الفرد. وبكون عندي انا هنا الذكاء الاصطناعي تدخل في الموضوع هذا. اصبح في بيئة الويب صحيح بصير التعامل 1 تو 1، بصير التعامل من المنصة او من الحملة الى الفرد individual. طيب هل يتم تعريف الموضوع بس ان انا اعرفه؟ لا، بعرفه حتى احسن مخاطبته، حتى احسن التاثير فيه. وهذا الكلام ديدا الشركات الكبرى، بنتكلم احنا منصات اليوتيوب والفيسبوك والتويتر والكلام هذا كله، بتحاول بتحط جهود كبيره جدا في تطوير منصاتها حتى تصل لانه هي فعلا تاثر في جمهورها من خلال مخاطبتهم والتاثير فيهم حسب سلوكهم اللي بنتعرف عليه أو بنتعرف من خلاله على التوجهات والخصائص الخاصة بكل فرد على حدة. أصبح هذا هو إيش الإجابة اللي ممكن أن أجيبها على كيفية الاستفادة من البيرسونا أو من بحوث العملاء أو من الفئات المستهدفة، سواء في التحليل أو في بيئات الويب أو ما إلى ذلك. طيب هنا في نقطة مهمة جدا، الهدف من بناء نموذج المستخدم، قلنا إن أنا أستطيع أن أقسم الفئات المستهدفة وأتوجه بكل فئة على حدة. فالتقسيم الفئات المستهدفة بيكون بناء على البيرسونا أو بناء على التحليل اللي جمعته والتصنيف. ما بعد التحليل بنكون في تصنيف، ممكن أصنف ذكور أو إناث، أو أصنف مثلا حسب الفئات العمرية، حسب المناطق الجغرافية، حسب القرارات الشرائية. أنا في عندي جمهور بس بتابعني لأجل أنه يتعرف علي، هذا جمهور بأصنفه تصنيف مختلف عن الجمهور اللي بيجي عشان يشتري من عندي إيش منتجات، وممكن أنا أصنف حسب الخصائص النفسية والاجتماعية. هذا هو إجابتي السريعة
اللي انا بتكلم فيها بخصوص موضوع نماذج المستخدم وكيفية الاستفادة من نماذج المستخدم في بناء المحتوى الرقمي التسويقي. وننتقل الان على الموضوع اللي ايش هنتكلم فيه في هذا التسجيل، وهو المخصص لهذا التسجيل. اول شيء خصائص المحتوى الرقمي المؤثر. يا جماعة ما بصير ان انا ابني محتوى لغرض المحتوى، اذا ما بدي اروح انا اكتب لغرض الكتابة كما اكتب في الجرائد والمجلات والامور هذه كلها، لا، بيكون عندي الكتابة مش في المنصة الصحيحة أو مش في المكان الصحيح. لأنه يا جماعة الجمهور في عالم السوشيال ميديا وفي عالم الإنترنت جمهور بحب السرعة وبحب إنه يشوف الأشياء مختصرة ومختزلة، ما بحب التفاصيل، بيعمل سكانينج ما بيعملش قراءة، بمر مرور سريع جدا، إذا وجد شيء ملفت للنظر بيمكث وبينتظر اللي بعده، وهكذا بتصير بعد هيك ينتقل الذي يتفاعل. ما بصير ان انا اضخ محتوى بدون ما يكون في عندي معرفه بخصائص المحتوى اللي يجب ان يكون للسوشيال ميديا او للانترنت بشكل خاص. طيب ايش الخصائص اللي يجب ان يتسم بها المحتوى التسويقي؟ الوضوح والايجاز الدقيق، يجب ان اكون واضح في رسالتي وموجزه، ما بصير ان انا اسهب في الكلام حتى يمل. وبالمناسبة الوضوح والإيجاز بده يكون من البداية، ما بصير في عندي إن أحط إطراءات وكلمات عامة وفضفاضة وجمل فضفاضة وأنا بتكلم لسه في البداية، لا، حيهرب الإيش القارئ. ثاني شيء حيكون سهولة قراءة، يجب أن يتسم إيش من خصائص المحتوى سهولة القراءة، يجب أن يكتب المحتوى بلغة عامي أو مش عامية، بلغة يفهمها الجمهور، بلغة يفهمها الجمهور، ما تكلمش بالجمهور مع جمهور عام بلغة علمية بحثية بقدر ما أتكلم معهم بلغة السوق، لغة الجمهور. لازم يكون في سهولة في القراءة سواء في شكل الكتابة أو في مضمون الكتابة أو في الكلمات اللي أنا بستخدمها في الكتابة. طيب هاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة مكتوب بشكل جيد، ما بصير أن أكتب محتوى تسويقي وهو صغير، بتكلم قاعد أنا بتكلم مع جمهور مثل الأطفال، يكون والله شكل الكتابة صغير، لا، يجب أن يكون كبير، ويجب أن يكون فيه مؤثرات، ويجب أن يكون فيه خلفية صوتية، ويجب أن يكون فيه خلفية إيش تجذب المنتبه حسب الفئة واحتياج هذه الفئة. بعد هيك يجب أن يكون مقسم ومنظم بطريقة متسلسلة ومنطقية. أنا بنظمه، ببدأ الجملة العامة واللي بتجذب، بعد هيك بنتقل من إيش من العام فالخاص والخاص فالخاص حتى إيش حتى أنا إيش السلسل في المنطق أو السلسل في منطق الكتابة، وما يملش مين ما يملش القارئ. وحتى لما بقسم الكتابة ما بصيرش عندي زخم في موضوع إن أنا أضع كل محتواي في فقرة واحدة، لا، يجب أن يقسم بفقرات وكل فقرة يكون موزونة بعدد من الجمل ويكون تباعد بين كل فقرة وفقرة، هيك بيكون في تسلسل منطقي وسهل على القراءة وسهل على العين أنها تتابع الموضوع هذا. الآن بدنا ندخل في موضوع الأكثر عمقا في الكلام اللي بنحكي فيه. طيب أنواع المحتوى الرقمي، لما نيجي نقول من المحتوى الرقمي محتوى متنوع، قسم الكاتب هنا أو قسمناه هنا في البرزنتيشن إلى قسمين، محتوى صغير أو محتوى قصير. هذا المحتوى القصير مهم وأهم من المحتوى الكبير، لأنه يا جماعة إذا أحسننا كتابة المحتوى القصير فسنكسب أنه فعلا المرحلة الأولى للقارئ والمتصفح أنه سيمكث حتى ننقله من محتوى قصير إلى محتوى كبير. يعني باختصار شديد الهدف منها جلب القارئ والمتصفح بسرعة حتى يمكث معايا وأنا أصبر معاه حتى أنقل فيه، أنقل من مرحلة إلى مرحلة. من أنواع الكتابة القصيرة دعوة إيش؟ دعوة العمل، هذا اسمه call to action. الكول تو اكشن باختصار شديد انه احنا الان عباره عن مجموعه كلمه او كلمه معينه بدي من خلالها اوجه امر معين للجمهور القارئ حتى يتخذ القرار اللي انا بدي اياه حسب المرحله الشرائيه لهذا القارئ، حنتكلم فيها بالتفصيل. بعد هيك حنتكلم في العناوين وسطور وايش وسطور الموضوع، بتكلم السطر الاول للموضوع اللي هو ايش العنوان بده يكون للموضوع، من ثم اعلانات محركات البحث اللي هو ايش السيرش ادفيرتايزمنتس، ومن ثم اعلانات السوشيال ميديا او عفوا مش اعلانات السوشيال ميديا، محتويات السوشيال ميديا او مشاركات السوشيال ميديا، بوست سوشيال ميديا بوست. ندخل اول واحد على موضوع دعوه العمل او الدعوه للعمل، الكول تو اكشن. يا جماعه بالمناسبة غالبية المنصات بنتكلم قاعدين على حتى جوجل، لما بدخل أنا على جوجل بديني call to action ابحث،
بدخل مثلا على اللي هو الجيميل، بتكلم على منصات محركات اللي هو البريد الالكتروني، منصات البريد الالكتروني، بقول لي ايش؟ ساين اب، يعني اصنع مين؟ اصنع محتوى، او اصنع عفوا حسابك، يعني ابني حساب لإلك. اليوم هذا الامر يجب ان يكون امر موزون، يتناسب مع الحمله او يتناسب مع المرحله اللي فعلا الزائر جاي ينفذها واهدافي التسويقيه. فيجب كتابة الأمر بعناية وبإيش؟ وبعناية فائقة، ويتسم الدعوة أو تتسم الدعوة بمجموعة من الخصائص. أول شيء من الخصائص تستخدم أمر أو تستخدم الأفعال، تستخدم أفعال مباشرة، يعني فعل أمر مباشر. أتكلم أقول حمل التطبيق، أتكلم أقول مثلا سجل الآن، أتكلم أقول اشتري نسختك، أتكلم أقول سجل الدورة الآن. طيب فيها برضو تحمل تعليمات واضحة، فيها تعليمات واضحة ترافق الزائر في رحلته الشرائية. صلوا على النبي، الرحلة الشرائية بتكلم قاعد من التوعية إلى الشراء، مرورا بمين؟ بالتعليم، مرورا بالإقناع، مرورا بالمشاهدات، يعني كثير من إيش؟ من الأهداف اللي بيمر فيها الزائر من أول ما يدخل حتى يتخذ القرار الشرائي. في كل مرحلة من المراحل هذه يجب أن يكون في عندي مجموعة من الكول تو أكشن اللي فعلا تعبر عن المرحلة الواقف فيها مين؟ هذا الجمهور. طيب إلها علاقة في السياق؟ إلها علاقة في السياق، طالما إلها علاقة في المرحلة الشرائية إلها علاقة بالسياق، إلها علاقة بالأمر اللي أنا بدي إياه من الجمهور والجمهور بينتظره مني. فهي عبارة عن عملية انتقاء للكلمات وللأوامر اللي أنا بدي أأمر فيها هذا الجمهور حتى يحقق مبتغاه ويحقق الهدف اللي أنا بدي إياه. ندخل اكثر عمقا، هذه امثله عندي موجوده في الكول تو اكشن. بيجي هنا عندي المثال الاول، في المثال الاول هنا بنتكلم عن 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 فري اكسكلوسيف ترافيك تيبس. هنا بيجي بيقول لي اعمل سبسكرايب او اعمل ساين اب، يعني سجل بريدك الالكتروني، اكتب بريدك الالكتروني واعمل حساب عندنا في منصتنا. طيب المثال الثاني، المثال الثاني بده اياني انا اعمل له سبسكرايب، مشاركه وين؟ في البلوج. يعني كيف؟ يعني حط ايميلك، حط البريد تبعك هنا في المكان هذا وسجل في السبس او اعمل سبسكرايب، سجل في البلوج حتى يصلك محتوايا كل ايش؟ محتوايا في كل فتره، او يصلك القائمه البريديه على بريدك في كل فتره من الفترات. بالمناسبه في كلا الحالتين اذا انا حصلت على ايميله انا نقلت فيه من جهه القارئ الى جهه الليد، انا حصلت على ليد، انا حصلت على بروسبكت، اللي هو عميل متوقع، انا حصلت على عميل متوقع بمجرد ما هو سجل بياناته عندي. انا هنا دخلت في من مرحله القارئ او من مرحله المشاهد او المتصفح الى مرحله مين؟ ان وضع وتفاعل مع محتوايا. اصبح الكول تو اكشن مهم جدا. طب الكول تو اكشن هنا بده انا يطلب اللي هو الديمو تبعي، اللي هو اذا هو فعلا معني في او معني في المنتج تبعي، انا بدي له مجال انه يطلب الديمو اكاونت او الديمو ابلكيشن، انه النسخه التجريبيه، يطلب النسخه التجريبيه. مجرد ما يطلب النسخه التجريبيه انا هنا حققت انه نقلته من حاله الى حاله وهو حصل على اللي بده اياه، فصار في موضوع التفاعل. فهو موضوع مهم جدا حتى اني انا انقل الناس والجمهور من مستوى شرائي الى مستوى شرائي متقدم، وكذلك احقق رغبته واحقق هدفه. التنتين تحققوا، هو رغبته تحققت، وهدفي انا تحقق اني انا نقلته من حال الى حال، ورغبته تحققت من خلال ايش؟ الكول تو اكشن. وبرضه في نفس الوقت فيش كونفيوز، ما فيش اي عندي اللبس في الموضوع، لانه الكول تو اكشن واحد وواضح وصريح وبارز. لاحظوا كيف بروزه هنا وبروزه هنا وبروزه هنا، ما فيش امكانيه انه ايش يصير في لبس في هذا. طيب ناخذ امثله على موضوع الاوامر المطلوبه في ايش؟ في صيغه الكول تو اكشن. عندي هنا اهداف تسويقيه مختلفه، اتكلموا هنا في هدف تسويقي بناء وجلب متابعين. وزي ما تكلمنا موضوع يا جماعه الحمله التسويقيه او موضوع اللي هو الرحله الشرائيه للعميل بتبدا من مين؟ تبدا من الاويرنس والاهتمام او اللي هو التوعيه. طيب اوكي اهدافنا التوعويه لما انا بدي ايش؟ بدي منها بدي ابني واجلب متابعين. طب هل انا في الموضوع هذا بقدر انا اقول له اشتري او سجل؟ لا، بقول له اشترك في قائمتنا البريديه، سجل اعجابك لصفحتنا، اشترك في قناتنا على اليوتيوب. هذه كلها عباره عن كول تو اكشن او صيغ من صياغه الامر اللي تتناسب مع مين؟ مع المرحله التوعويه اللي انا باستهدف فيها الجمهور لابني واجذب متابعين جدد. طيب لو انتقلنا في المرحله التسويقيه من التوعيه
الى اني كيف انا اعمل جنريت او اعمل ليدز جنريشن، اولد عملاء، انتقل من المشاهد الى المتفاعل. هنا بقول له سجل للحصول على خدمتنا، بديله نموذج بقول له سجل بياناتك او اعمل حسابك او سجل حسابك الان مثلا للحصول على خدماتنا، بدي له فورم، الفورم هذا ايش بعبي فيه بياناته بحيث انه ايش نعطي له خدماتنا، او ممكن نقول له تعلم اكثر عن خدماتنا، بيدخل بيتعلم ياخذ دوره في الموضوع هذا او بيشاهد مثلا ايش فيديو او بيشاهد مثلا دوره تدريبيه. اذا رحنا في موضوع اهدافنا في موضوع البيع، انا هدفي ان ابيع العملاء، بقول له الكول تو اكشن اشتري الان او سجل دورتك الان. في عندنا كثير كول تو اكشن وثيق لها، سواء كان نتكلم قاعدين عن المحتوى على الويب او المحتوى على السوشيال ميديا، في كل منصتها يجب ان يكون محتوى واضح الهدف المرجو من العميل ان يحققه، يجب ان يكون واضح حسب الاهداف والمستويات اللي انا بانطلق من خلالها. إذا أنا انطلقت من أهداف ترويجية توعوية، يجب أني أنا أرفق في هذا المحتوى call to action واضح في كل بوست. ما بصير عندي بوست لأجل أن أنا أحط البوست، ما بصير عندي مشاركة السوشيال ميديا لأجل أن أضع مشاركة السوشيال ميديا. لاحظوا معي يا جماعة في اليوتيوب كثير من المشاهير، الناس المشاهير في بداية التسجيل وفي نهاية التسجيل بقول إيش، سجل إعجابك، شارك في القناة، تنساش تشارك محتوانا مع أصدقائك. فهذا هو call to action اللي أنت يجب أن تنتبه له وتضعه في المحتوى التسويقي دوما. طيب بننتقل الآن على الموضوع الآخر، هو العناوين والسطور الموضوع. بتكلم قاعد العنوان هو السطر الأول للموضوع، هو البداية اللي أنا بواجه فيها جمهوري، بحيث أن جمهوري بمجرد ما يقرأ هذا العنوان يصير في تحفيز وتشجيع أنه يقرأ المضمون. لذلك يجب أن تكون خصائص العناوين مقنعة وجذابة وملفتة وتحمل معلومات واضحة وتحفيزية وتحفز الجمهور للدخول بالتفاصيل. في عندي مجموعة من العناوين، إنه لو اجتمعنا عليها هل هذه العناوين فعلا هي تحمل هذه الخصائص؟ نأخذ واحد منها أو اثنين منها، نقول والله كيف تكتب عنوانا جذابا. اليوم أنا مثلا الموضوع اللي أنا بتكلم فيه موضوع الكتابة التسويقية، هل أنا أجي أقول والله إرشادات الكتابة التسويقية، ولا أجي أقول كيف تصبح كاتب محتوى تسويقي مقنع ومؤثر؟ هذا الجملة فيها نوع من التحفيز، فيها نوع من الغموض، فيها نوع من 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 تحفيز القارئ إنه لا كيف طب ممكن برضو أسأله هل تود أن تصبح مسوق إلكتروني محترف؟ هذه برضو فيها من التحفيز إنه نعم أريد. مين بدوش يكون والله عنده محترف في مجال كتابة المحتوى التسويقي؟ ففي كتير عندنا إيش أساليب معينة، هذه الأساليب لو استخدمناها في الكتابة بنحفز الجمهور إنه يمكث معانا في هذا المحتوى وينتقل من العنوان إلى المضمون، وبنقل فيه من حالة المشاهد أو المتصفح إلى حالة القارئ، ومن ثم إلى حالة مين الليد جينيريشن اللي أجلب منه. إذا بدنا إحنا محتويات أكثر، في عندي مقالات كثيرة موجودة أو موجود على النت مقالات كثيرة في الموضوع تعطينا إنديكيتور أو تعطينا أمثلة، هذه الأمثلة ممكن نتعلم منها كيف نكتب بالمحتوى التسويقي، وهذه موجودة في البرزنتيشن. إذا حبينا أكثر ممكن نبعث البرزنتيشن لكم من خلال تفاعلكم عبر المنصة. طيب هذا بالنسبة للعناوين. طيب الآن محركات البحث، في لها إعلانات. لما نيجي نبحث عن موضوع معين، هذا الموضوع أنا بدي أبحث مثلا عن تسجيل دورة جافا، هذا تسجيل دورة جافا لما أنا باجي ببحث هو مظان إن أنا رايح لأسجل دورة الجافا. طيب الآن بتنافسوا اللي هو أصحاب المراكز التدريبية إنهم يبرزوا محتوى إعلاني، بحيث إنه هذا المحتوى الإعلاني يكون أول ما يظهر نتيجة البحث يظهر المحتوى الإعلاني، لأنه مظان وجودي أنا كإنسان فعلا جدي في العملية أو جدي في موضوع تسجيل دورة تسجيلية أو دورة 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 في المجال اللي أنا بطلبه، مظانها كبير جدا. لذلك بيضعوا أصحاب المراكز أو أصحاب الأعمال بيضعوا اللي الإعلانات مرافقة لمبحوث الناس أو مرافقة لنتائج محركات البحث في كلمات مفتاحية معينة. هذا باختصار شديد في إيش في موضوع إعلانات محركات البحث. هنا بكون أنا بدي أتكلم محتوى الإعلان، هنا كلامي
بس مضمون محتوى الإعلان، يجب أن يقسم إلى 4 أقسام. أول شيء العنوان تاع الإعلان يجب أن ألا يزيد عن 25 حرف. من ثم محتوى ومضمون الإعلان بده يكون عبارة عن سطرين بالكثير وكبيره 35 حرف. في سطر إضافي ممكن يكون برضو ماكسيمم له 35 حرف. آخر شيء هو الموقع الإلكتروني اللي أنا فعلا بدي أخلي الناس تزورني من خلاله أو تضغط عليه حتى إيش يصلوا للمنصة تبعتي هو عبارة عن 35 حرف. نيجي ناخذ مثال بسيط الان. لو اجينا ريانير، هذه الكلمه الان ربطت، اذا بحث عن الكلمه هذه هنا في عندي ادفرتايزمنت. كيف انا بعرف انه هذا ادفرتايزمنت يا جماعه؟ تخيلوا هنا انا في عندي الادز، هاي الادز، هذه الاد هو عباره عن اد ادفرتايزمنت، هو الاعلان. ايش محتواه؟ اول محتوى حيكون عندي العنوان، هاي رينير تشيب فلايت، وارخص رحله، احجز الان في ارخص رحله الى اوروبا، هيك بقول لي الكلام هذا. طيب العنوان هاي اليو ار ال، هاي العنوان. طب من ثم هاي في عندي السطر الاول والسطر الثاني، هاي سطرين عندي موجودين بيحكوا عن المضمون، بقول لي طير او فلاي وذ، يعني سافر مع الشركه هذه واحفظ مالك. طيب السطر الثاني بقول لي تشيب فلايت، ارخص رحله من 19 يورو الى اكثر من 750 ايرلاين، يعني في عندي اكثر من 750 خط طيران وزائد في حجوزات مين لاوتيلات. الان هذا المضمون، تخيلوا مضمون كل كلمه فيه تعبر عن جزء من التحفيز او من الترغيب او من جذب العملاء حتى انه فعلا يدخلوا على هذه المنصه او يدخلوا على هذا الرابط ويشتروا او يروح يحجزوا من خلال هذا الرابط. لذلك هذا الاعلان انتقاء كلماته يجب ان يكون بعنايه فائقه، وتقسيمات يجب ان تكون كما اخبرنا. وهذا ايش؟ هذا مثال. المثال الاخر، لو جينا هنا قلنا في اطار البحث عن اليوز كار بريستول، لو اجينا احنا بحثنا عن انه بدنا نشتري مثلا او بدنا نشوف السيارات المستخدمه، هنا في عندي السوق كبير جدا في هذا الموضوع وفي تنافس، في عندي شركه وتنتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه، في كثير من الشركات بتحط دعايتهم بحيث انه هذه الدعايات تظهر عندي البحث عن هذه الكلمات. طب المضمون تاع الدعايه، انا هي اللي بدي اتكلم فيه، مضمون الدعايه، شوف هاي اول شيء بتكلم قاعد العنوان، ثاني شيء الرابط، هاي الرابط، ثاني شيء، ثالث شيء هو ايش الكلمات المنتقاة عباره عن سطرين حدهم الاقصى 35 كل ايش؟ كل سطر، او 35 اذا بنتكلم قاعد ممكن اتوسع الفقره الثانيه 35. نفس الفكره الدعايه الثانيه والثالثه والرابعه، تخيلوا هي ايه، احنا هنا بنوصف قاعدين الكونتنت، المحتوى الخاص بالمحتوى الاعلاني يجب ان يكون منتقى ويجب ان يكون ايش مركز حسب التقسيمات التاليه، ويجب ان تكون كل كلمه لها اعتبارات. الان انتقلنا من محتوى هو الاعلان التسويقي اللي مربوط مع محركات البحث الى محتوى المشاركات التواصل الاجتماعي. ايش هي مشاركات التواصل الاجتماعي؟ بنتكلم قاعدين كل مشاركه انا بضعها على السوشيال ميديا، سواء تويتر، انستغرام، يوتيوب، فليكر، اي مشاركه انا بضعها يجب ان تكون هذه المشاركه مؤثره ومنتقى وتتميز بهذه الخصائص. يجب التعرف اولا عن نوع المحتوى، انا بدي انشر مثلا محتوى على السوشيال ميديا، يجب ايش المحتوى اللي انا حنشره، وهل المحتوى هذا يتناسب مع المنصة؟ يجب أن يتناسب مع المنصة ويتناسب مع المجتمع اللي أنا ذاهب إليه. ومن ثم تذكر أنه سيكون نوع من المشاركة، لما بشارك محتوى ليس لأن أكون أنا اللي بأشارك والناس بتقرأ فقط لغير، يجب أن يكون محتوايا يحمل نوع من المشاركة. مثلا أنا أعطيتهم تجربة معينة، آخر شيء أقولهم من لديه تجربة يشاركني التجربة، فيجب أن يكون مضموني موجه للجمهور ويسأل الجمهور على مشاركتهم حتى يعطوني تفاعل في هذا المحتوى. طيب اكتب محتوى تفاعل تشاركي، يجب أن يكتب المحتوى بقيم القارئ وليس بقيم العروض، ما بديش أن أكثر في العروض، أحكي بروموشن اليوم، بروموشن غدا، بروموشن، إيش البروموشن؟ إعلان مثلا أقول تخفضات 90% وبعد هيك تخفضات 80%، أظل أحكي في التخفضات في التخفضات، أوكي أحكي التخفضات ولكن ما بدي أفرط في الموضوع، هذا ما في إفراط في الموضوع، بقدر ما أني أحكي ممكن كل مناسبة أعمل بروموشن، ولكن اللي أنا يجب أن أركز عليه وحاجة القارئ واهتمام القارئ للمضمون أنا بدي أكون واجد فيه. الشغلة الأخيرة، يجب أن يوضع بروتوكول في التواصل، من ضمن البروتوكول أنه ممكن كيف يكون عملية الإجابة على أو إجابة على الاستفسارات، إجابة على الرسائل الخاصة، كيفية الردود على التعليقات، كيفية الاستفسار على مشاركة الجمهور والتفاعل
التفاعل مع مشاركة الجمهور والردود على مشاركة الجمهور، كيفية التفاعل مع الردود السلبية والردود الإيجابية. كل هذه عبارة عن بروتوكولات يجب أن يتم تعريفها لصانع أو لكاتب المحتوى، كيف له أن يتعامل مع هذه البروتوكول أو هذه الحالات المختلفة. طيب، ومن ثم بعد هيك بنتكلم، ننتقل من المحتوى الصغير إلى المحتوى الكبير، المحتوى الطويل. وهذا المحتوى الطويل يجب أن يكون، بعد ما نعرف إيش هو، يجب أن يكون مؤثر وفعال حتى يكون مقروء لدى الجمهور. بس اليوم إحنا بنكتفي على موضوع التعريف، مين هو المحتوى أو إيش هو المحتوى الطويل، من أفكار أو من أشكال المحتوى الطويل. نتكلم النشرات الإخبارية، بنتكلم مقالات للنشر عبر الإنترنت، بنتكلم رسائل البريد الإلكتروني، مشاركات المدونات والمنتديات البلوجز، بنتكلم على وإعلانات المواقع الويب. كل هذه عبارة عن محتويات طويلة يجب أن تتسم بالخصائص اللي احنا حكينا فيها، ويجب ان تكون لها اعتبارات خاصة سنتحدث فيها في التسجيل القادم ان شاء الله، كيف لنا ان نكتب محتوى طويل او محتوى تسويقي مؤثر. وهيك حناخد المجموعة من الامثلة وحناخد مجموعة من الاستفسارات ان شاء الله ونجيب عليها في التسجيل القادم. بنكتفي بالتسجيل هذا لهذا الوقت، نتمنى لكم التوفيق، واي استفسار احنا موجودين معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.